مدرب محترم. السؤال كده ايه؟ لا مدرب محترم، مدرب عنده شخصية، مدرب عنده فكر، مدرب بيحب يعمل التكتيك، بيحب يعمل كل حاجة، يعني حبك تعمل كل حاجة، بيحب اللعيبة كلها تتحرك. انت لو خدت بالك هتلاقينا كلنا ما حدش واقف، تلاقي اللعيبة كل واحد بيتحرك هنا 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 هنا. مش عايزين نفصل لا حاجة يعني. لا لا لا، انا اقصد اللي هو بيحبش مثلا ايه، اللي هو مثلا ايه حسين مثلا، كابتن اسلام بيلعب له الكرة فوقف فما لعبهالوش، لا خلاص عادي ما يقصدش، اللي هو ايه مش وقته اللي هو نزعل مع بعض، لا ممكن الكرة تتلعب لحد تاني وتجيلك انت لوحدك، اللي هو قصده كده اللي هو ما توقفش في الملعب. وخلي بالك يا كابتن، كل الفرق دلوقتي يا كابتن بتاعت العالم بتعمل كده، كل فرق العالم بتعمل كده، تلاقي اللعيبه كلها بتجري يا كابتن، اللعيبه كلها دلوقتي بتتحرك، بتتحرك محدش في مكان. بيقف محدش بيقف، دفاعا وهجوما كله. فحتى كابتن لو خدت بالك كلنا بقينا نتحرك، يعني حتى ديت صلحها فينا فرقت بصراحه، معاك. فرقت معانا طبعا. معلش انت في مشكله بينك وبين سعد سمير؟ لا ايه، احنا احنا كذا اخوات حد بيسالني بجد، انت وسعد متخاصمين بسبب مشكله في ايه، في التمرين خصمين. ده، محمد حماده نجاوبها منين دي؟ مش عارف. انت معايا انا لا لا بسال، يا كابتن، بص يا كابتن يعني اي لا اصل لعيب، ممكن تحصل تكون لا لا شده ولا مش حاجه. شده عادي يا كابتن، زي ما انا وحمدي كنا لسه بنتكلم، اللي هو بتبقى فاول فبنتكلم مع بعض عادي، بتزعق ايه يا عم، بتخش عليا جامد انت كده بتضربني ليه؟ ليه يا سعد، انت حسين انت اللي ضربت الاول، انت خلاص عادي وعادي وخلاص، عادي مفيش اي وكل واحد مشكله. بيروح وتاني يوم عادي مش بنروح يا كابتن، واحنا اصلا في الملعب الكره اللي بعدها نفضل نهزر عادي، بقول لك انا هضربك اهو خلاص، انت لا انا هضربك، ونفضل نهزر، وخلاص، مفيش اي حاجه والموضوع عندي. بينتهي. طب خلينا ناخد شوية خش يا معلش، ما كابتن. احنا لازم نرد على الناس سريعا جدا، مستنيين